ماركينيو، سالم إلى تياغو، إلى سالم، وركلة جزاء، ركلة جزاء للهلال. شايف هذه الكرة، وهذا سالم الدوسري بصناعة تياغو نيفيز، ركلة جزاء للهلال في يوم كبير للزعيم، يوم كبير للزعيم. ركلة جزاء الآن في وقت حاسم من عمر المباراة. زوكالا، من الذي سيتقدم؟ هل المتخصص ناصر الشمراني اللي سجل في آخر سبع مباريات؟ ناصر بن أبها، كبير للزعيم، والزعيم في السليم. أيام جميلة، أيام ممتعة، أيام رائعة للهلاليين. وفرحة كبرى بالهدف الثالث عن طريق ناصر الشمراني، أنهى التحقيق هناك وأتى لتحقيق المزيد من الانتصارات هنا. الشمراني ناصر يضعها في المرمى معلنا عن هدف ثالث للاتحاد، للهلال في مرمى الاتحاد، ليحسمها تماما لصالح الهلال. نتيجة كبيرة للهلال في مباراة اليوم على حساب شقيقة نادي الاتحاد.